السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنوجدو الحريرة على طريقتين إن شاء الله. المقادير إن شاء الله غادي تكون الكرافس والربيع وهاشين مقطعين مقردين. عندي واحد الربطة ديال الكرافس وربطة ديال الربيع، وهنايا عندي السيقان ديال الكرافس كنحتفظ بيهم كنغسلهم مزيان وضروري كيعجبوني أنا كنديرهم تا هما معاهم. وعندي واحد طريس ديال الثومه، طريس صغير ديال الثومه اللي ما كيبغيهاش ما يديرهاش. هنا عندي واحد 3 معالق كبار ديال العدس، وهنا عندي دي كاركاس ديال البقري، العظام ديال البقري كيجيو رائعين في الحريره، كيطلقوا واحد البنه واعره وزوينه، كاين اللي كيديرها حتى في المرقه. هنا عندي واحد البصله مشلضه محكوكه، هنا عندي واحد 3 الكيسان ديال الحمص، وهنا عندي واحد 500 غرام ديال المطيشه محكوكه يعني الجهه ديال نص كيلو، الخرقوم، البزار، مليحه، السكينجبير والزيت، واحد نص كاس. في الكوكوت كنشد كندير حمص، الحمص كنديرو بجلوفو يعني بالجلود ديالو، لان فيهم حتى هما كيحتويو على الفيتامينات. واللي بغى ينقي ينقي، اللي بغى يديرو بلا جلود يديرهم بلا جلود. كنزيد هذوك العظام ديال البقري كيجيو رائعين وممتازين في الحريره والعدس. بعد ما غسلناه ونقيناه، يمكن لك بلاصه العظام يمكن لك ديري اللحم، طريفات اللحم. انا كنفضل العظام ملي كيطيب كنحيدهم، وبصله محكوكه، وكندير هذاك الكرافس مع الربيع ومع السيقان ديال الكرافس والطريس ديال الثومه. هادشي كله كنزيد عليه مطيشه مسلوقه في الماء يعني طايبه، وطحنتها في الطحانه اليدويه، وكنزيد عليهم الماء. كنزيد الماء الجهد اللي غادي نطيب فيه، ما نعاودش نطيب مره، ما نعاودش نزيد الماء مره اخرى. كنزيد الخرقوم، البزار غديري نص ربع ديال المعلقه، باش ربع معلقه، لان البزار كيحرر الحريره. دائما تنقصوا من الملحه والبزار، الملحه الخرقوم البزار السكينجبير حتى هو الا كثرتي منه كيبان في الحريره بزاف يجي خايب. ونص كاس ديال الزيت، نحركوا المقادير كامله. ما تنساوش دوك لي كاركاس ملي كيطيبو الحريره صافي كنزولهم، وكندير الماء لكم اللي غادي نطيب فيه الحريره وما نعاودش نبقى نزيد. ولا كان خاصك الماء كتبقاي تزيدي بالماء طايب. من بعد ما طابت لي الحريره كيشتو راني سديت عليها وطابت، صافي راها طابت، طاب الحمص، طاب الربيع. كنزيد عليهم الشعريه، واحد 3 معالق كبار ديال الشعريه، كنحركو باش ما تلصقش لينا الشعريه، ونزيد الطحين من بعد ما خلطته بالماء. الطحين من بعد ما خلطته بالماء، وكنحرك الحريره ديالتي مزيان ونرجعها فوق العافيه طيب مزيان حتى كطيب هذيك الشعريه، باش كنعرف الحريره طابت كنعرف الا طاب. ملي كطيب الشعريه راها يعني حتى بلي طاب الحرير، وكيبقاو يديروا دوك الفقاعات صافي كتكون وجدات الحريره ديالنا. ها هي وجدات، طيبناها، حيدنا دوك لي كاركاس، هادوك العظام ديال البقري حيدناهم، كل البنه ديالتهم جاو رائع ممتاز. وهذه هي الحريره ديالنا، كنتمنى تكون عجباتكم، والطريقه اللي درت بها كنتمنى تعجبكم، وكنتمنى تشجعوني وتكتبوا لي التعليق ديالكم. وشكرا، شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا للبنات اللي كيشجعوني وكيكتبوا لي التعليق ديالهم.
كنشكركم بزاف، ورمضان مبارك سعيد، ومع السلامة إلى وصفة أخرى إن شاء الله وفيديو آخر.